ضحكوا بلايينو بيرح ملك بيوعي صدعانو بردمع وبيار وغنيان هو غدا بنكولا وبرير وايو باريني وكو خلصي وبابا جدا بدري حولو هيكو بدريينو بنحملك بيوعي صدعانو بردمع وبيار وغنيان هو غدا بنكولا وبرير وايو I'm your boy, he loves you, he loves you.
ليلو كراش غيبة أورا ديو قيد إيلا عندي سحزة منفيلة وكون كمان صغيلة هرالا عرار انتيلة حديقة سوه قنشي وكوان تاقاكي حبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنا ونكسن داودي الملك استهدوني دافع ذاك جوكتان هل كان كسوغن نهي وديغان هوسي مادا ديغان كجلم قبل كنوغال وحان مرتكون نهي اما عنصوب بوغنبا عميد كميدا عيلاشا هيادا تمرتي بيها بنتلان باسوين اي كو قد ديغان كان وحونا قيبك يهي تحاني برنامجا انكو ايغينو وحي اغاهر قلي اما عيلاشي اوق لغا قد بنتلان سند كي تغي لابدا كون ايا لحي تمنك انقو قبقبا دا برنامجا دان اذين سو قد بندو نهدو الي راه دا برنامج كود وان اذين كو سو قد بنينا صدح دي سانو تغي لابدا يكون ايو لغا صو بلا عفري تمنك الا هاتن لابدا كون ايو تدوي تمنك بنتلان محاوغا قب صومي لنكا عيلاشي بيه ان انت برنامج كان كوغو دا جيرنا هدبا ديگان كان كوسو غنه جلم ايان عيل كان سيدا لوغا فايدهيستي ايو باهيا كجيرا باهيا بييد اي كجيرا ديگان كان ايان كو ايغينا برنامج كان هدو الا يرادو اوغو هورينتا وحان جعلنا او يارو ان مسؤول كا عيل كان غانتا كو هاي سي ان بل حق فاهفاسن اوغو اوغانو ان اودا عيل كان ايو بييهيس اي عقبادها هوريالا اي بلشادا كا فايدهيستا با غود اهان ترو انت تحاي waxaan jeclaynaa marka ugu horeysa magaca ku bilowdo Xasan Cali Awad waatay in Xasan oo aan eelkan goorma la qoday in bal taariikhdiisa dad wax ka hayso eelkan anaga waxaan ugu soo wareegay 17kii bishii 20aad 2016kii aan inta anaga ugu soo wareegana eelkan runtii faa'iido badan baan ka helay isagoo la kulmay xilli abaaraad oo wadanka dhan abaar yahay biyo laan ay tahay aan biyihiisana waxa weey runtii marka la fiiriyo miy iyo magaalada dhulka ku xeeran jalam iyo ayriyada aad iyo aad u waanfacay waxa kaliya oo waxa weeye taagan eelka oo bamkiisu uu awood yar yahay halkii saac waxa weeye abood afartan qaad hal saac ku dhaamiya ee halkaas waxa weeye caqabad bay xogaa tahay iyadoo baahida taagan oo dhulka ayriyada hadeer macna uu ku hareereysan yahay baahida jirta iyo eelka bamka awoodiisu ay isu dhaliltireen taas waa cabashada weeye ee waxa kale oo cabashada aan ka cabaneynaa waxa weeye haga dadka maanta oo abaareysan oo aad u jirta jiilaal iyo dhibaato u jirto aan dhaqaalana haysan dadkeena aysan la bixi karin biyihii lacagtooda aysan la bixi karin shidaal la matoorki waxa weeye aysan la bixi karin taasina caqabad weeye wax taageero haddii bulshada hadda ay heshaan ma jirto sidaas awgeed waxaan codsanaynaa
أما بلها هاتو أما هيدا باسوين ها هاتو إبيها أما أمد إسلام كها هاته إن وحي دات كان ما دام باهي بدن شفتو دات كل عيسان دقال هيسان حولي هنا أي ليتان أدو ليتان إن سي دات كأي فصدو هيلان أي بيها كوقاتان إن شدال كلاقة بحيو إن بيها لفت قدن لقة بحيو دات كو هادير إيريا دان هاد دات كتشوغا أو حوي أو بدن دات ما تا أو حوي ميلان أنو أروري كرين باقيك دول كاس إلا لا أو بادياشا أو يالان بشدال كو حوي كمشو من كران أنا أو شونا إنت بدن بيانا ما هيستان هاشينا ما هيستان أد بدت كو دور باتي سيهاي مركب عنكو عصانينا بلشاد الإسلام كايو دان إني دادكو قرمدان إن شاء الله هديلاهين واتات أصواتنا أبارها إن عيلك مركان أني ما نهرت وقت انتين لك باشاقي سانا إذن كددك إن عيلك قعنتكو هاي عيلك وحو شاقيا لبي طبق الله دارا مركو هوري صبحي ها الحسابة للدمية سقالك بركة هدان الله بلابا إلا همين كيادو انتي شاقا وحي ما دو دارين واتاي إن وقت انت لك مركا شدالك قبح ما قياس كرتا شدالك مطورك ما داما وبمكسو أوديري هاي waydii afar taqaad aan ku dhaaminayo hal saac waxa weeye shidaalka ku baxaya halkii booto oo afar taqaad 15 dirba ku baxa marka isma keenayaan waxa laga qaadana qofka hadda waxa laga qaadana wax yar oo shidaalka aan dhameen way marka baahida saas u badan tahay bamka eelka iyo waastooyinkii wali aan shaqeyn haanti wali aan dhameystirayn oo biya hadii kayd haanta lagu shubi lahaa habeenkii la kaydin lahaa taa xoolaha cabi lahaa hadda xoolaha taa waxaan ku raabinaa bac weeye wax lagu raabinayaa iyo foostooyinka lagu raabinayaa لكن حريرين تعال كي يو يبيه هانت يواستوين كيس كهرين لهان مجران ولي مرة مجترا مركا باهيا تاسين عقبت بكيني ساي مركا لغاسو تو انتا سو باهيا انتا سو طبعا عيل كو عسوبيا هاي وعلاشي لهير قري سنة كلا بدو كوني لحي توانكي مركا مركا انتا سو لغاسو تو باهيا انتا سو ظروفا محا فايدة وما انتا دحال قلا او اني كسو هيتي بلشي دكا فايدة سيستاس عيل كان ترودو انتا واح فايدة بضن با كسو حيروتي ويا الكان بيوحا واحد aan ama dareele oo gobolka nugaal aan waal garwa ama rabaa la waha maanta naciil waxa heshay alxamdulillah rabbil alamin adee xooli halka aad jiray san aadin ama bi lo doon jiraan lo doonanay dadka hadir ku xirana ilaa iyo waxaan isleeyahay magaalada oo ilaa ay degan tahay 10,000 qoys eeriyadeena ilaa 10 kala degan inta maaha dhulka agaarkeeda ilaa 20,000 qof baa ka faa'iideysta 20,000 qoys saqiyaas tisleena adba ma xasant ايوه هاي اللي جرا كاهره غوري كعوي ايوه هاي اللي جسي جدبا اللي جرا شهرته اللي جرا كاهره ايوه هاي ايوه هاي اللي جسي جبيبي اللي كان كعيلكو اللي هو ما غو اللي هو ما غورا إلي جوسي جايبي إلي كان كعيلكو إلي وما قادو إلي وما قورا إلي جوسي جايبي إلي كان كعيلكو إلي وما قورا إلي جوسي جايبي إلي كان كعيلكو إلي وما قادو إلي وما قورا وهاك داود يال ولي وحن كو قدي جرنا برنامج كي غاركا ان كو ايغيني ان عالكا هاي ادى تمرت اي بيها بنتلان اي كهر كلي سي ديغان كجلم اي قبل كنوغال ان سيدان هورا يدين سو شاك نيبا عاد كو داواني سن برنامج كلا واح يدين سو قد بني عباشوين لحريرا عالكا سيدو كلا يدين سو قد بني فا ايدا دوين اي بلشادة ديغان كجلم اي كهر ان عالكان ان سي واناك وحن اسلا قوبتان كلا كلاني gudi ka tirsan golaha deegaanka degmada Boortile ee gudigan waxa uu korgalayeen xaaladda guud ee deegaanka Jalam iyo gaar ahaan xaaladda biyood xilligan lagu guda jiray abaara waxa isku deebinayna kalmad iyo mid kamida xilibanada waa xiliban Ahmed ee Abdullah ee oo kamida golaha deegaanka degmada Boortile ee xiliban markii ugu horeysa ku soo dhawow TV radio ee dowladda Puntland waxa aad kamid tihiin xilibanadii ee deegaanka booqanayay ee la soconayay ama u korgalayay xaaladda biyaha iyo xaaladda nolosha ee dadka
بل سيدي كولا موقتا محد تهيقيمين تذكو سليسان عيل كان باهيا كجيرا يسيد اللوغة فايديستيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ساكا انا وكسو بحنا دقمدا بورتيلي انا وكور قلينا تشلم يو ديغان كوسي ماذا يو عيل كان وحو يقابك وشقيو سيدو يذكور بحيي باقع عنكو هيها عيل كا عيل كا محو كميديا عيلاش بطل عن القضية لبادي كون يو لحي طبان كسانة كينا رافاي آخر كيسي بوشاق بلابي سيدو ينوشاقي وداقي قهر ريي بشي ديسمبر رنت عيل كا محو كسو آدي شاقديسو حل مهم و باهي بدن تلو و حلقي لوغو باهي بدنا بيها اي تهي وحوي وحو كوفر قرية عيل كان وكفى إذا استي دجامه تربضا أو تلم هو سي بعده وأدق الدقمة بورت إلى كونتون يدور تولو بهوست بعده وحوي يرجع جورا دجو ومرة أبي كم أرمن كلبر أدق واقفر قرية ولو عيلك ولي قبيا يهي وحوي وحود ما يهين سيد الجور بحشي واسكدي إيو وحوي حوله كعب لهاين هانتي هات شغل كسرته أدو شيدان sidaas oo ay tahay kaba darine waxa weeye wixii loogu talagalay uu ku fargareeyay waxa weeye dhibaato badan oo waajidaad oo haysata dadka gacanta ku haya iyo waxa weeye dadka ka faa'iideystaba taas oo ay ugu weyntahay xil xun baa lagu jiraayo dadku dhaqaalaha haysto waxa weeye ay biyaha waxa weeye ay shidaalka isaga baxshaan ay bootooyin ku jiitaan dadka qayb aan soo gaari karin waxa weeye bootooyin looga jiidaayo waxa weeye deegaan fog oo kilometerkiisu aad u fog yahay buu ka fargaraya dadka jooga hadda waxay u baahan yihiin oo gacanta ku haya waa dad mas'uuliyad haye waxay u baahan yihiin ceel kilometerkiisu wuxuu u baahan yahay shidaal dadkiina waxa weeye lacagta lagu qaaliyeen karo haatan lacag xoog leh iyo lagaba siin karo mararka qaarkood waxa weeye anaga waxaanu ku amaraa in biyaha lacag la'aan looga faa'iideeyo dadka maadaama dadkiisa ay saawoodeen oo hadda xoolaha gadan lahaayeen duruuf ay ku jiraan sida daraadeed anaga ka degma ahaan arinta hadda saaka waxaan u soo aadnay inaan u kuur galo wixii hadda tabarta iyo ceelka inaan dib isaga wareysano ka galo deegaan ahaan iyo maamulka degmada marka waxaan codsi u jeedinaynaa hay'adda baasweyn oo biyaha u qaabilsan Puntland awla ceelkan inuu qodmo sabab uu ahaaday iyagu keenay in waxa weeye iska kaashano shidaalka maadaama abaartu sii adkaanayso meesha ugu dambeysay haatan marayso oo xilliga ugu dambeeyay waxa weeye xoolihiina jilicsan yihiin dadkii waxay haysteen waxa weeye cunadiiba iska gabaabsi tahay in dadkaas biyaha waxa weeye si ay u helaan shidaalka laga kabo waxa weeye oo shidaalka laga baxsho baan codsanaynaa waan ugu baaqaynaa dadka deegaankuna inay isku tashadaan oo waxa weeye laftirkoodu inay shidaalka waxa weeye u aruurin karaan si shidaalku waxa weeye uu ka fargareeyo waxaan ka codsanaynaa dadka hadda haya oo uu ka mid yahay gudoomiyahan waxa weeye beesha Jalmeed iyo gacan ku hayaaba inaan dadka ceelka lagu qaaliyeen duruufta adag waxa weeye in laga wada faa'iideysto dadkana loo dhimriyo insha Allah waxay dadka deegaan ceelkan ka faa'iideysta wax lagu qiyaasi 20,000 sidaan arkaynay marka in waska la sameeyay waxyaabo yar ko dhiman maxaad ugu baaqi lahayd dadka kale ee jaaliyada Puntland iyo gudahan jaaliyada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqi lahayn inay waxa weeye ka qayb qaataan waxa weeye waxa nolosha bilaadamka ugu muhiimsan waa biyo xilli hadda waxaan la iska galay wadanka iska abaara iyo roob la'aan iyo biyihiiba iska gabaabsi noqdeen oo xoolihii biyo la'aan u dhibanayaan hadda waxaa khatar loogu jiraa inay dadku waxa weeye biyo la'aanta jidha iyo waxa weeye duruufta jidha inay dadku u leedaan baa khatar loogu jiraa sidaa daraaddeed dadka walaalaha oo khayrka jecel oo u dhashay waxa weeye degmadan iyo kuwa Puntland iyo kuwa Soomaaliyeedba iyo kuwa muslimiinta ay inkasta ha ahaadeen oo khayrka jecel inay waxa weeye ka qayb qaataan waxa weeye in ceelkan uu baaho in waxa weeye ceelkan uu dhameystirmo waxa weeye dadka biyo ka helaan waxa weeye dad Soomaalida rag hore waxay ku mahmaahay jireen cir Allah cid Allah oon tira waxa weeye wax badan lagaba qaban karo bilaadam waxa weeye wax badan ma konfer garan karo dadkan oo dhan in loo helaan laakiin ceelkan hadda waxa isleeyahay uu dhameystirmo oo si loogu talagalay uu noqdo waxa weeye wax badan buu waxa weeye u qaban karaa waxa weeye bulshada ku hoos nool oo ku xeeran haatan xataa deegaamadaas sool qayb ka mid ah ceelkan dartiis dad badan baa waxa weeye hadda soo galay oo waxyaabaha hadda u kurgalaynay bay ka mid ahayd oo yimid oo ku soo jabay dadkaas laftirkooda sidii biyo loola gaari lahaayo waxyaabaha hadda kurgalidooda ka mid ahayd inaan ogaano meelihii biyaha loogu shubi lahaa
سادرات دادك ولا الله خيرك تعال ملك استجوان بوحى وقبا قنا أنا عيلك استودو كلنا ما يستلم لها كل قريب قاتن دولده وحوي دادك سكوت شاده سيدي بدحينه إنه بوشى جاي وحوي أو حقب صنا دادك أنا وحوق قبلنا وهاجاك محمد وحو كميد يهي دادك آن كلا كلا ناي ان عيلك جلم او جيل هل كان كياني عيل كان سي وعبان جيلو ان سيدو كلا نا اسنا آن فلاينو بيهدام كسامي ساندونو ان محمد مركو غوريس جيلا حقيقة جيلا المركي وهر واحا كياني كارين الفوض صوني هيدا سوكاسو قوري هادان حقا مارك تاهود باريغان حقا بيوتيجي هل كان سادو كيرو ايا حانون ايا وحكو هاليان وادو آن هادان كاسو عليي هذا حقي يدقان كي بنسي قد بنتنا حد يعلن. وتعال كانت كنتي هرتو إن بل يجور بحية جيلة. عال كان هرتو ما شاء الله إلهي بمهد كجادي عال كان هرتو إن وح بدن بالجفة إيدستي إن باهي بدن أو عن بالجفة بحي أنت عن سومري أنت تلوين كهود ورنا سومري بيها أم بالوع بيريج على قاضي ما شاء الله إلهي بمهد كجادي مركا يدنا سداوي. محاس دي كرتا ان وعقبض او انت عيلك كفايدي سنسين محا عليس احا حدر عيلك عليس كيسوا ان مقراني ساعة عليس دير كل ارو كلمة كل من بطورك سوا او لعبي او داران ومارك دي حولو عبي ان بالا كل مي جيلي نواي عبي هادان وابدريري هادي لاهير هالك النغضو ان الحمد لله نمعان كلا كل مي ايو مارك دي سوا نوين ونكس واتاي ان هادان كسوا قبا قبين نبال عبارت ايو بامانتا ان بيها فرصة ده هنانكيها اللي محينو كدغنت وحينو كدغنت هاي الحمد لله رب العالمين روب هقول روب وينو دادي انو قبا بدوانا ببيها المانتا ميشا ايتاقين هين ايو سيدا ميشا الى هاي نو كسو ساري ايو مقراني سيدا ينو انفعين عاد بام حسنت وهاك داود يالو حمرنا قبل قبل برنامج كي كاركا انكو اغني بيها ايو ديغان كجلم او دولة بنتلان ايها ايدا بيها بنتلان وقابل سن اي باسوين اي كهير قليين ديغان كجلم عال بيوض لوغو طلق علي اني كو كفا ايدي سان دادك كرداقن ديغان كاس او لغو قياسي كرداواد اما ان كبادان با لباطن كون او قف او كو حيران ديغان كجلم ايو ديغان ده هوسي ماهدا ان لكولو حكم ديها مسؤولين تقعن تكو هيا عال كان ان وحانا ان شاء الله وحكا ويدين دون هدو علي راهدو بل ان عال
ceelkan khidmada laga qaado ee dadka ka faa'iideysta iyo sidoo kale in xoolaha ceelkan la keeno marka ugu horeysa ku weydiinaya in booyada yimaada ceelka qaab noocyo loo dhaqantaan booyada ceelkan yimaada waxaan u la dhaqanaa sidii gudiga deegaanku ay amreen qoladayada matoorka shita waxaanu ula dhaqanaa qaymahay u gooyeen oo yiraahdeen intaa ceelka shidaal iyo olyo iyo wixii ka xumaada loogu sameeyo annaguna haba yaraatee wax cunaa iyo wax mushaar aanu ka helnaa ma jiraan waxa weeye booyada afartan qaada afar boqol baa laga qaadaa booyada lixdan qaadaana lix boqol baa laga qaadaa booyada soddon qaadaana soddon qaad nooma timaadaba fuustadii toban kun tanagiina waa kun saas ku jaan go-anta xoolaha waxa weeye neefaf geela oo doona oo galley loo tiriyo sida kuwii hadda iraad arkayseen oo kale ah baa yimaada geela aanu isnaana waa geel roon oo adugu geela dhul ka soo gurguray baa jira awalba geelasha badankoodii waxna waxay aadeen mudug iyo caduun waxna waxay aadeen naqii aryaha loo rarayo bari wuxuun bicid gaari waayo meelaha isaga haray baa dhooban oo jooga oo galley loo kariyo kuwa degmada gobolka sool nagaga soo guureen way joogaan inu haddeerba way cabayeeno waftigii noo yimid baa arkay yeela wixii aanu isniraano waxbaa laga qaadi karaa hashi saddex kun baa ka qaadna sidaasoo kale dhaan ma yimaado dadku booyadaha biyaha ku qaataan reer miyiga iyo dadka magaaladuba hayaanlaa loo qaadaa caracasaa loo qaadaa waxaa loo qaadaa biracad heglanaaco baa loo qaadaa sarmaan baa loo qaadaa waxaa loo qaadaa hadda gawaari abaari ka timid baa xala naga qaaday kalabayr oo dhan halkaana cabtaa dacare waa cabtaa muqlamadu waa cabtaa tuulo cilayli waa cabtaa xamarkori waa cabtaa meeshaan barkadahan gowracana ku yaal waa cabbaan ilaa koryaal iyo sagaal kudhis iyo lacle halkaana biyaha looga qaadaa intaas oo tuulo dadka awal laga hayaamay oo hareeraheeda degan oo ku soo ururay halkaana biyaha looga qaadaa tuuladan tuulo jalam hareeraheedana waxa geel ku xaraysan ilaha bay u xisaaban yihiin oo wada kawdhaanka labaatan soddon shan iyo toban sideed shan kulligood meeshaana looga qaadaa booyadana loogu qaadaa galley baana loogu kariyaa marka meesha hawsheedu sidaa weeye waxa aanu annagu ka qabanaana saa weeye waxaanu wax ku qabanaana saa weeye bismi illaahi raxmaan iraxiim halkan aanu joogna waa magaceelkii magaalada jalam jalam waxay ku taallaa gobolka nugaal hawdka gobolka nugaal waxay magaalada garowe u jidhaa 80 kilomitir degmada buurtinle oy hoos tagtana waxay u jidhaa 40 kilomitir ceelkan ka hor deegaankan wuxuu ahaa deegaanka ugu oonka badan gobolka nugaal maadaama uu hawdka gobolka nugaal ku yaal ceelkan ceelka xagga ugu xigaa wuxuu ku yaalaa karindabeel weyn oo boqol kilomitir meelaha noo jidha xaggana waxaa ceel ugu soo ilaa mayle oo soddon iyo lix kilomitira labada dhinac bariga ilaa sagaashan kilomitir ceel ma leh ilaa mayle oo sagaashan kilomitira halkaana looga soo arooraa ceelna ma leh ceelkan wuxuu ka bedelay deegaanka jalam iyo hawdka iyo nawaaxigeeda oo dhinac walbas ilaa sagaashan kilomitir looga soo arooro wax weyn buu ka bedelay maantay oo bishii saddexaad koowaad ee kow tahay oo gugan gugiisii kale roob ugu dambeysay waxaa maanta lagu naban yahay ilaahay mahadiis ceelkan weeye waana u mahad celinaynaa cid allaale iyo ciddii gacan ka geysatay hay-adda islaamic relief ceelka qoday iyo dadkii islaamiyiinta ahaa oo sadaqaystay iyo hay-adda biyaha ee puntland baase weyn oo isku xilalkiiyo shaqada hawsha inta badan qabatay iyo guddiga deegaanka iyo maamulka gobolka iyo degmada oo iyaguna gacantooda ka geystay iyo hay-addii kambanigii laftigiisu qoday oo si howl weyn qabtay nuwaako dhammaan cid kasta oo gacan ka geysatay waa uga mahad celinaynaa ilaahay baa mahad leh mahadda labaadna cid walba oo maanta in ceelkan la joogo ceelkan baa jala maanta lagu degan yahay haddii ilaahay idmo haanti waa aragtaan taas way socotaa hadda ceelka biyogelin baan ka rajeynaynaa mustaqbalka inaan jalan biyaha u geyno
وحن قاعد صنع هاي ده بسوين إيو سولار سيستم على الكشرال كو دول كان غالي بكي هاي يدنا واكرتشين ندوانو نو إيمان دونه وها مستقبل فوق بانكر كلا إن هاي عيل كان يينو مقالو هاد أفر كيلومتر نوتش ده يبر وبيها جينه هاد عيل والبو كان كجستنا وما هاد علينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جو اسمان محمود عيسى أنا سدواها قبل كنقال إبيه عيل كان وحو كم دي عيل البضن وان محلال هذا البضن أسوى مرهي كوانا هاد دقا عانت الوهي ولي نتيجة دي أن رملي أنا نكقارين لكن قضالك كسعود كوانا هاد قبل قبضة ودي أي كل ما أتي این بیا لگو آید که دنبال کمپینی کو قضاي او اسکه گور انتها نکوگو لیسنه و حاکمی ده و بلغات کی مذحونه عبدالوهاب علیگاس کمی ده ها بود لاین اسکو فلاتو ال کان طوله چلم و گله آنکوگو لیسنه بکمی ده کمپینی قضاي کمپینی بیه و قابل سن قبل کنوجال لیرادو نواکو ایا قضاي ادو تایم هدان قیاسو ملح بلود مشم بلود میله هسه ایا کمپینو کرفدی و قضاي کمپینی گا و آدی آد علاش و قضايو آدی آد وگو أنا أقول لك وين هي قذالة والسماء على شبور هالكا حتى أنا وحوك قذاي حار حار وهذا صدح بقول يا أبو بف مراية قال كان قذال كيسونا أفر بقول يو ثوان مياه أيو قذن يهي إلهي بام محلة مشان أنت قال كان قذاي بيو وحيو هاين وح بركت كتشرايا وح رباب للاقا كينو بيا كلام الهاين يا وح بورتي للاقا سودانش ما انت الهي مهدي سويا ديغان كدن الهي انت بورتي لك سوكيسة اما انعك استبع مركي قادو تولا لا لقا حكومة تولا شلم اساقا بيا هكي غالكا سابيا لقا دانشا ایل که هر هر لگو قضاي استعداد لگو دامی های واتم باید دی دوبار کیج تاگن. الهی با مهات داله وحکلو گول لگه گاری میشله یه راه ده و یه دن لگو گول است ایل که لگو قضاي علبو و یه دن هات لگو دامی لول خن نگاله اول نگال لگو هیام داد کی سکوت تاگن بیا لگو داش ایو وهي جوري ويا أجي هلا. قال كان عقودة يا كجرا أي كم تاعي إن بمك ويري هاي شدالك وخالي هاي وحسب سوين حاو قرشيسا. وحسب حنوق قرشيسا أسبوع صار صعدة وحنكون هنا صالح يا مع بمك. سيلوجا جدبو شدال كان ترى لبضن إدتك أي كعبان يا. ما دام حل حن لقو تشرو ساسو اي تاي حدنا شدالكي انو يرادو مويا لغا كافتو مكارم ماهي او سببتو واحي تاي تي سولاركو انتو عدعدا سو جدو شغيا حدنا هانت بيه كايدا انقو رحضو قول لحن وحي نغاني سامتورك ان لدغارو لكن خرشكو ماركي سدح ميلو لغادو ميلبو نغاني يا بحايا يا شدالكا كو بحايا مالنتينا وح الله يسلم عليا وعد عداس إلى هاي إن كوجولي مطاركا يا سولاركا لا بد ما الله يسلم عليا والله جم مر بما يمطارك لكن قارمته قار عن قرحة سو تشيدن بيا كيدنا الله إنه هانت كتشره فإذا بقالة وهيد بسوين عيل كان كي حساب تنتمية كتير مركل لغصة طو لغة قدتك عنتك وهي قاتاني شدال ماي وح أن هذا يرتى دغالة وكذا حساب تنه مركان هذا ملء
inaan wax ugu darumo yani sababtoo ah tahay baybki isku xiri lahaa haanta iyo ceelka hadan soo dhiibayo marka taakuladu waa joogto laakiin hay'addu markii xilliga qabow oo fiican ee aan abaarahan iyo waxaanu kala lahayn ceelasha hay'addu waagii hore khidmad bay ka qaadi jirtay khidmadda laakiin maanta $1 ee laga qaaday ma jiro oo khidmad sababtaas oo ah dee maxlaaladii oo iska adkaatay ee kululaatay oo inaad wax ugu dadhidmooye aan wax ka soo qaad lahayn qaar baan hadda ka hor shidaal baan keenay meeshaan 5 fuusto shidaala oo hay'addu bixisay maalintii aan wareejinaynay isla time aan waxba se uga fogeyn oo abaarta bilowgoodee si loogu dhaamiyo dadweynaha ku dhibaataysan eeriyada fariinta aan diraya waxay tahay dadka gacanta ku haya oo maamulaya inay dadka u khafiifiyaan oo si allaale sida ugu fiican shidaalka haddii ninka ceelka kor taagan iyo matoorka wax yar oo khidmado yar ay ka qaadaan maahane waxa dadku ka cabanayaan inay daayaan maadaama soolar imaanayo oo dadweynaha loo daneeyo wax badanna dib loo luqo waa loogi ceelku waa dhib badan yahay oliyuu rabaa matoorku naaftuu rabaa batariga farisan iyo batarigan loo gaduu rabaa waxyaalo badan baa imaanaya laakiin war wixii laga qaadi jira 3 meelood oo labaha loo daayo dadweynaha meelaha laga qaado taasaan ku talin lahaadadka deegaanka ee eeriyada degan oo u soo arooraya meesha iyadoo dhibaatooyin badna iska jiraan oo dad iyo duyaba saameeyey war loo daayo yaan khidmad laga qaadan iyaga yaan iyaga khidmad laga qaadan dadka tuldahan ninka wata kan ariga la imaanaya yaan khidmad laga qaadin laakiin dadka magaalada ee booyadaha loo dhaaminayo ha laga qaado khidmada Thank you.